أجيك. اول شيء خلنا بقوم انا ناوي اعلمكم وش هلب الحافظه، لكن على هالابيات الزينه نبي نطيبك بعد مره ثانيه مثل ما طيبنا ابو محمد والجميع يستاهلوا. طيب طيبك الله صح لسانك وبيض الله وجهك على هالقصيده. طيب يا جماعه، عندنا هالحافظه هذه ابيكم توقعون وش اللي فيها. طيب ها فزوره؟ لا هذه فزوره لكم خاصه. يلا توقعوا. انا والله اقول بليله، عسى ما هي بليله لان اكلين بليله ذا كله. في اثار على طرف الغطاء شكلها قرصان ولا مرقوق؟ مرقوق مرقوق جريش قرصان 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 ابو ديم. لا لا انا يرزقني اللي يرزق مرزوق، مو ترى بندق ومصريه من اول ياكل المرقوق واليوم ياكل ملوخيه. الله الله يا ابو عمار سمعت؟ يا ويلك من ابو عمار المخرج وش كان؟ اصبر خليني اعيد بيت الشعر يا اخي. جميل هذا البيت ابو عمار، ترى يمدح المصريين. اسمع حط عليه الكلام شاعره وتحيه اثاره بدون وتحيه لجميع والله البلدان العربيه وكذلك السعوديات. هذا مقطع سجلته انا في السوشيال ميديا ولقاله انتشار، وتحيه لشاعره والله اني ما اعرفه من حفظ الحق الادبي. يقول يرزقني اللي يرزق مرزوق، يرزقني اللي يرزق مرزوق، موتر وبندق ومصريه من اول ياكل المرقوق واليوم ياكل ملوخيه. احنا بناكل ملوخيه وبناكل الجريش. لا لا بناكل ان شاء الله مرقوقه. بغى يطب علي ابو عمار مع الربيت. يقول ابو عمار ملوخيه ولا طعميه؟ لا ملوخيه يا ابو عمار، ملوخيه بالارانب يا ابو عمار. ايه هو قال طعميه ابو عمار. ايه لا لانها الطعميه والملوخيه من اكلات اهل مصر، وتحيه من برنامجنا هذا لاهل مصر العزيزين الغالين اللي نحبهم ونغليهم، وانا احبهم بشكل خاص واحب اصدقائي المصريين اللي ما ينعدون. أيوة ترى القصيده انا قد سمعتها، ترى قاعد يمدح. اي ما في شك، انا اقول لابو عمار يوم قال وش يقول لا قاعد يمدحك يا ابو عمار. ما في شك ولا لو عفوا غير كذا ما لا والله يستاهلون. أيوة ابو محمد عاد اعلامي. مرقوق ولا ملوخيه؟ خلنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله والله. من اللي قال مرقوق؟ ها انا. من اللي قال مرقوق؟ جد ممتاز. جد راكبه. عطوه الجائزه يا مروان. والله اجل. اصبر اسمع ارفع ارفع خلي نشوف. بسم الله اربعه خلنا. طيب لا تغطر غطر تي في. قوموا قوموا يا جماعه. مصادفه عظيم والله الابيات جايه المصادفه. بيا الله وجهك. خلوكم عن يميني ويساري. ابى اعطي ابو تركي اول واحد. لانه ها جائزة لك يعني كثر حليت. تنازل للدكتور، هذا يسمى دكتور القرآن ابدا. تنازل لك ها وانا اعطيها لك. ونبي ضيفنا الله يسلمك. بدي تركي يا سلام. يا ابو تركي نبي منك شيله ترى. رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. شهر